السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. تشكيلات متمردة وميليشيا تتبع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي يقوده الزبيدي تريد إسقاط الحكومة الشرعية. تحركت ميليشياتهم المدججة بالسلاح والمكر على الاعتداء على مؤسسات الدولة وصناعة الفوضى والتمرد والعبث وإقلاق السكينة العامة وترويع الآمنين لأيام في عدن، والنتيجة قتل وجرح 300 مواطنا ونهب المؤسسات والوزارات وسلب أسلحة الدولة وطعن مدينة ومدنية عدن وجهود تطبيع الحياة فيها في الخاصرة لتفشل محاولة انقلابية كانت تسعى لمنافسة الميليشيا الحوثية في القتل والاختطاف واختطاف مؤسسات الدولة لتزرع أيضا أحقادا وثارات وأوجاعا لن تندمل. خطورة الميليشيا المتمردة في عدن على الدولة والشرعية وجهود استعادة الدولة موضوعنا لهذه الحلقة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. لابد لنا قبل أن نبدأ باستقبال المشاركات نستعرض استطلاع الرأي الذي طرحناه على متابعينا سواء على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك أو على صفحتنا الرسمية للقناة في التويتر. في الفيسبوك وضعنا استطلاع الرأي التالي، في التويتر وضعنا الاستطلاع الرأي التالي الذي هو: لمصلحة من الانقلاب الفاشل على الحكومة الشرعية من قبل ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المتمردة؟ هل لمصلحة إيران وميليشيا الحوثي أم لتحقيق مصالح خاصة؟ صوت 69% من المتابعين على أن ذلك، على أن هذه المحاولة الفاشلة للانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن من قبل ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده الزبيدي أنها لمصلحة إيران وميليشيا الحوثي، وهي ميليشيا انقلابية انقلبت على الشرعية وما زالت تسيطر على بعض محافظات الجمهورية وما زالت تمارس هوايتها في القتل والاختطاف. وصوت على تحقيق مصالح خاصة 31%. لننتقل إلى الفيسبوك وعلى صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. وضعنا السؤال ذاته: لمصلحة من الانقلاب الفاشل على الحكومة الشرعية من قبل ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المتمردة؟ وقد وصفتها الحكومة الشرعية تلك الميليشيا بأنها ميليشيا متمردة. صوت 71% من المتابعين بأن هذه المحاولة الفاشلة كانت لصالح إيران وميليشيا الحوثي، لكن في الخيار الثاني صوت 29% أن تلك المحاولة الفاشلة للمتمردين من ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي كانت لتحقيق مصالح خاصة، صوت بها 29%. تبدو النتيجة متقاربة بين الخيارين سواء في الفيسبوك أو التويتر، ويبدو الجميع على معرفة تامة بخطورة التشكيلات الميليشاوية التي تطعن الشرعية وأيضا جهود التحالف في استعادة الشرعية في الخاصرة. لدي اتصال نبيل الفقيه، مرحبا بك يا نبيل. سلام الله عليك أخ محمد وعلى الجمهور الكريم. أهلا وسهلا بك نبيل. أما وقد شاهد الجميع ما فعلته ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي في عدن من قتل، من إرهاب، من تدمير، من استهداف لمعسكرات الدولة وغيرها، ما الخطورة التي تتمثل هذه الميليشيا على عدن وعلى الحكومة الشرعية وعلى جهود الشرعية والتحالف العربي في سبيل استعادة الدولة؟ أخ محمد، لم يعد الوضع يحتاج إلى محلل استراتيجي أو محلل عميق يقرأ للأحداث
أو مركز دراسات يبحث حول من المستفيد أو من الضرر أو من وراء هذا. الأمر واضح تماما وعلى الهواء مباشرة، يعني ميليشيات تنقلب على الشرعية، تدخل مؤسسات الدولة، تنهب الأسلحة، تقتل اليمني في الشوارع، ويخرج بالأخير عيدروس يقول سنعمل ذلك ونمكن لطارق أن يحارب الحوثي. نفس المنهج ونفس الطريقة ونفس الفكر الذي كان في 2014 من قبل ميليشيات الحوثي، ونفس تكرار النهب والسلب، وكذلك نفس تكرار حتى دخول البيوت ودخول غرف النوم، دخلوا إلى غرف نوم القائد مهران القبطي نفس الأساليب. وأي يعني كانت ميليشيا الحوثي عندما تدخل غرف النوم، وهذا في طبعا في تعد صارخ للأعراف والأخلاق ويعني أمر مخجل ومعيب، كانت تكتفي ميليشيا الحوثي بالصورة فقط، أما هؤلاء فبالفيديو وأيضا بألفاظ نابية يعني سوقية، يعني يعجز اللسان أن يتحدث عنها. نعم بالفعل أخوان، نفسك بالأخير أي كيان أي تمرد أي يخالف الشرعية هو باعتبار ميليشيا انقلابية، وكما وضحت الشرعية اليوم في بياناتها وغيره أن أي تشكيل أي ميليشيات أي شيء كيان خارج نطاق الشرعية هو بالأخير كيان معادي للدولة، ويطبق عليه ما يطبق على ميليشيات الحوثي في القرار 22/16 للأمم المتحدة وغيره. واليمنيين جميعا يقفون وينظروا. نبيل الصوت، حاول الصوت. ألو، أيوة نعم الآن الصوت جيد. نعم، كل ما أقصده أحلم اليمنيين وأحلم اليمنيين في الدولة وبناء الدولة سواء في مؤتمر الحوار أو في غيره، عندما أتت كانت تلبية طموحات اليمنيين فانقلب الحوثي وميليشيات صالح على هذا وانقلبوا رأس العقب. نفس التكرار العملية، بدأت الدولة تترسخ في عدن والكل ينظر إلى عدن من كل اليمنيين إنصافا لعدن لما لاقته من كل الحكمة من بعد الوحدة من نهب وسرقة وغيرها، فجاء الرئاسة ورئاسة الجمهورية وزارة الدفاع والبنك وغيره كل الوظائف في أيديها أبناء الجنوب. لماذا كل هذا؟ من أجل ترسيخ الوحدة في القلوب وعلى الأرض وعلى الواقع. عندما بدأت الدولة تتحقق في عدن، بدأت الاجتماعات، بدأت تأسيس الجيش، أصحاب المشاريع الصغيرة كما كانوا في الشمال صاروا في الجنوب، عيدروس وشلته دخلوا إلى المعسكرات، نهبوا، لأنهم سيتبررون أصحاب مشاريع صغيرة تقف أمام الدولة. كل المشاكل والإرهاصات التي تحدث في اليمن لوجود مؤتمر حوار وترسيخ الدولة، لا يريدون أن تبنى الدولة من أجل أن يكونوا أمراء حرب وميليشيات وأصحاب مشاريع صغيرة. واضح كما قلت لك، لا يحتاج الأمر إلى محللين استراتيجيين أو عميقين في الأحداث أو مراكز دراسات استراتيجية، الأمر واضح تماما يا أخ محمد. إذن أنت جبتها بشكل واضح أن هذه الميليشيا هي صورة طبق الأصل لميليشيا الحوثي، ممارسة وسلوكا وأهدافا وكل ما يمكن أن نصفه يعني في مقارنة مع الميليشيا الحوثية. لكن ما خطورة بقاء هذه الميليشيا دون رادع دون محاسبة؟ ما عملته في 3 أيام لا يجب أن يمر، هناك أكثر من 300 ضحية بين قتيل وجريح نتيجة هذه الصبيانية وهذه الحماقة وهذا التصرف الأرعن تجاه مدينة بدأت تتعافى، بدأت تتنسم تطبيع الحياة، بدأت تعيش هواء الدولة الحقيقية الذي يحفظ أمنها واستقرارها. أخ محمد، للأسف لنكون واضحين تماما، الشرعية لم تجعلها خطوط حمراء منذ البداية، الأمر لم يكن من أمس أو من دخول المعسكرات وغيره. عندما بدأت الدولة بقيادة المحافظ الذي أغتيل في عدن عندما تأسس الدولة، عندما بدأ يتأسس جيش وطني حدثت الانفجارات ونحن نعلم أكثر من 300 شهيد من الذين كانوا يستلم رواتبهم في أكثر من مرة وفي بوابة المعسكرات، لا يريدون
مواطني جيش مهازل الشرعية إلا ما يوازي لهم. بدأت باغتيال كل صوت حق، بدأت بطرد الثوار الحقيقيين الذين مثل نايف البكري وزملائه الذين حرروا عدن، وهذه الأسماء التي نراها اليوم لم نكن نسمع بها في ذلك اليوم عندما حررت عدن. كانوا نايف البكري ورفاقه من كل القباطي وغيره ومران القباطي وغيره من الشباب والشباب الذين استشهدوا، ولا زال المشكله ان ذاكره البعض ما يعني مخترقه وليست حتى انها فلذلك بدات المشاكل من هنا وبدا، واليوم هي نتيجه ما حصل. فلذلك الشرعيه لم تجعل لها خطوط حمراء. اذا انت ايضا تتهم الشرعيه بالتساهل، وايضا تتهم الشرعيه انها يعني لم تتحمل مسؤوليتها على 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 نحو تام. انا اتساءل الان كيف يشارك مدير امن عدن المعين من قبل الشرعيه والذي يمثل العاصمه المؤقته عدن وايضا مدير امن لحج، كيف يشاركان يعني كيف يشارك هذان المسؤولان الحكوميان في الانقلاب؟ ثم ايضا لا يوجد حتى يعني رده فعل تجاه ما عمله. ولذلك يا أخ محمد، وماذا نقول؟ هؤلاء كلهم محسوبين على الشرعية، واليوم الشرعية تصدر بيان ضد الشرعية. يعني هؤلاء الذين هم أمامك أي دروس ومجلس انتقالي وخارج السلطة، لا يحسب ميليشيات وغيره، لكن هؤلاء ماذا تحسبهم؟ لم كما قلت لك يا أخ محمد لم تجعل خطوط حمراء، لكن الأمر في مأرب عندما بدأ صالح الذين ما زالوا معه من بعض الناس الذين يمثلوا 1% بالانقلاب على الشرعية هناك، وبدأوا بتحركات قمعتهم قوات الأمن، قمعتهم السلطة في مأرب وأكثر من مرتين، ولذلك انتهى الأمر تماما، وكان خط أحمر أن نخرج على المحافظة وهي محافظة لم تكن محسوبة على الدولة. خطوط حمراء هذه، لأنك عندما تأتي وتعمل مثل هذه العبث أنت تلعب بدماء الشهداء، أنت تلعب بأمل اليمنيين، أنت تلعب بطموحات اليمنيين الذين يريدون أن يروا الدولة في النور. الدولة بدأت تتأسس، نقل البنك المركزي وغيره، ولا نعم. نبيل نبيل، بعد أن فشلت هذه المحاولة الانقلابية وفشلت المساعي، صحيح هناك ضحايا، هناك أيضا ثمن باهظ دفعته عدن ومؤسساتها ومؤسسات الدولة وغيرها، بعد هذا الفشل الذريع للمتمردين في عدن، ما هي رسالتك للشرعية وأيضا التحالف؟ رسالتي إلى الشرعية أن تضرب يد من حديد كل من يتسول له نفسه ويخرج عن خط الدولة وخط، لأننا في أثناء حرب وليس نحن في دولة مدنية حتى نتحاور أن نراوغنا هناك. رسالتي للتحالف، وهي رسالة أرجو يعني أن يسمعوا لها بإتقان، وليس صوتي هذا صوت اليمنيين جميعا، كلهم ينادوا بهذه المنادة. تكوين أي كيان خارج الشرعية هو ضرر لنا ولكم وخدمة للمشروع الحوثي تماما. وانظروا الإعلام الحوثي كيف يحتفي بعيدروس، وأنتم تعرفون أن عيدروس وشلته هم هؤلاء أغلبهم من يناصره، لأنهم تربوا في ضواحي لبنان وقرأوا تاريخهم، وهو ضرر علينا وعليكم جميعا. نحن في حرب ونحن في غيرها، ودعم أي ميليشيات فوق هذا. رسالتي لليمنيين لأبناء الجنوب إخواننا في الجنوب، لا بد أن يعتلي صوتهم، لا يخرجوا هؤلاء الشلة الذين لم يعرف لهم اسم، وهؤلاء الشلة يعني ولا يدعوا الجنوب أسيرا لثلة من المتمردين والميليشاويين الذين احترفوا القتل والهدم والنهب والفساد أيضا. أشكرك كل الشكر نبيل الفقيه على ما تفضلت بالحديث به. لدي عوض كعدل العولقي، مرحبا بك يا عوض، وأنت من أبناء شبوة، كيف أيضا ما هي وجهة نظرك تجاه الحركة المسلحة، حركة التمرد الميليشاوية التي قام بها ما يسمى بالمجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية، وعن أعمال القتل والفوضى والتمرد والنهب والسلب واستهداف المدنيين وغيره؟ اولا احييك استاذ محمد، واحيي كل العاملين في قناه ثورتي والثوار، حياك الله. مجلس سياسي في صنعاء وانتقالي في عدن، وجهال عمله واحده شعارها تدمير الوطن، وايش ذي المصائب وايش ذي البلاوي والفتن. قرر الزبيدي وعبد الملك يسلموا لايران اليمن، ماذا تنتظر يا شعبنا؟ انتفض قبل بيع اليمن. هذا ثاني انا استاذ محمد.
نعم حياك الله وشكرا للكلمات. الله يحييك. اما بالنسبه لما حصل يا استاذ محمد، انا اعتقد انه القياده السياسيه والعسكريه ارتكبت خطا فادحا بعد التحرير، بعد تحرير المحافظات الجنوبيه من السيطره الحوثيه العفاشيه. وكان يفترض يا استاذ محمد، وقد رادينا وقتها وناشدنا أن لا تتحول اليمن إلى ليبيا رغم اثنين، لأن هؤلاء يا أستاذ محمد المقاومة الشعبية قاتلت ببسالة واستشهد منهم الكثير وجرح الكثير وعيق الكثير، ولكن للأسف الشديد لم يتم دمج هؤلاء الأبطال تحت ظل القوات المسلحة أو الأمن الجمهورية اليمنية، فتم تهميشهم للأسف الشديد. هناك في تقاعس تتحمل القيادة السياسية والعسكرية بعد تحرير المحافظات الجنوبية، وبالحرف الواحد والواضح الإمارات العربية المتحدة التقفت هؤلاء وأسست وشكلت ودربت ما يسمى بالحزام الأمني في عدن والحزام الأمني في أبين والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية، وكانت تقوم بتدريبهم وفي نفس الوقت تعطيهم رواتبهم أول بأول، وفي نفس الوقت سلحتهم بأحدث أنواع الأسلحة وعلى مرأة ومسمع من الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه والحكومة وكل الشرائح في المجتمع اليمني. ولهذا أستاذ محمد يعني ما حصل إذن الخطأ الأول هو من الحكومة الشرعية بدون شك، نفس الخطأ اللي تكرر مع الحوثيين في بداية مهاجمتهم لدماج. 3 شهور الحوثيين لم يستطيعوا يدخلوا دماج، وكان اهالي دماج بالسلاح الخفيف على مرأة ومسمع من الرئيس عبد الرب هادي، وكان تحت قيادته 7 مناطق عسكرية ولم يحرك لواء واحد لوقف الزحف الحوثي. وهذا الان ما حصل يا استاذ محمد، الان هؤلاء الان يا استاذ محمد يعني حتى لا يعترفوا بالرئيس عبد الرب منصور هادي ولا بالنائبه ولا برئيس الوزراء، كانوا يشكلوا حكومه ودوله اخرى. طيب ما لا تنتظر يا استاذ محمد؟ وبعدها تم تشكيل المجلس الانتقالي وله فروع في جميع المحافظات، والجمعيه الوطنيه ولها فروع في جميع المحافظات مكونه من 303 فرد، وعلى مرأة ومسمع من الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه والحكومه، والكل يتفرج وهم كالنار في الهشيم. وحصل ما حصل يا استاذ محمد، وانا وانت اعتقد وكل الناس لم نسمع في اي دوله من العالم ان ميليشيا يعني تتمرد على دوله وتجبرها على اسقاط الحكومه، وهذا ما حصل في صنعاء من قبل الحوثيين. وانا اؤكد لك انه سيحصل وسوف تسقط الحكومه في عدن على ايدي هؤلاء المتمردين، وسوف يشاركون في الحكومه ونفس السيناريو الذي حصل مع الرئيس عبد، ولو كان يعني الرئيس عبد الرب منصور هادي في عدن عقب اتفاقية السلم والشراكة هكذا تقول؟ نعم ولو كان الرئيس عبد الرب منصور هادي في عدن، انا لا يعني احتمال كبير انهم يحتجزوا هؤلاء المتمردين مثل ما عمل الحوثيين. حتى يوم ما كان احد الحوثيين وهو الحوثي الايراني حسين العزي يبارك للمجلس الانتقالي على الخطوة اللي قام بها، وقال بالحرف الواحد كانت لنا علاقة وكان لنا تنسيق مع المجلس الانتقالي. اذا هؤلاء استاذ محمد هم وجهان لعملة واحدة لتدمير الوطن. اذا لمصلحة من ان يقوم ان تقوم ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالانقضاض على الشرعية، وتدعي انها تحارب الفساد وان الحكومة الشرعية حكومة فاسدة، كيف يمكن معالجة الفساد؟ هل معالجته بالقتل؟ هل معالجته بدخول إلى مجمع القضاء الذي بقي العدنيون 2 سنة وهم يناشدون الحكومة بإعادة القضاء إلى ما هو عليه، وتم بناء مجمع قضاء جديد والكثير من الوزارات والمؤسسات ومقر وزارة رئاسة الوزراء وغيرها ليتم نهبها بالكامل؟ هل هذه محاربة الفساد؟ هذا يعني محاربة الفساد في أجندة الميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي؟ يا أستاذ محمد هذه فقط شماعة يرموا عليها
الطريق أو السلم الذي يريد أن يوصلوا إليه. طيب أدرس الزبيدي أقسم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية للجمهورية اليمنية وعين محافظ المحافظة عدن، استمر حوالي سنة ونص، ماذا فعل أدرس الزبيدي؟ أنا من رأيي أن الباحثين والاقتصاديين والمحققين الآن يطلعوا أمام الرأي العام ملفات أدرس الزبيدي والفساد الذي كان يمارسه أثناء هذه الفترة. حد كان يتجرأ يكلم أدرس الزبيدي؟ حاول الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يعين محافظ وهو عبد العزيز المفلحي. يا أخي الرجل هذا منعوه حتى أنه يدخل السكن حق المحافظ، منعوه حتى أن يدخل مبنى المحافظة. وزير الداخلية اللي هو حسين عرب كان مجرد ديكور فوق الكرسي. شلال علي شائع كان يتصرف وكأنه وزير الداخلية لدولة أخرى. وللأسف الشديد كل واحد كان مكتوف الأيدي حتى ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. اليوم هم سيملون على 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 الشرعية بنودا ويقبلوه وتقبلها الشرعية مثل ما قبلها الرئيس عبد ربه منصور هادي داخل صنعاء، سيقبلها داخل عدن. هل من العقل والحكمة أن يقبل شروط ميليشيا متمردة أرادت الانقلاب والانقضاض على الشرعية؟ وكيف قبل شروط ميليشيا الحوثي وعفاش داخل صنعاء؟ ألم يقبل شروطهم؟ قبل شروطهم، والآن سيقبل شروط المجلس الانتقالي بقيادة أدرس الزبيدي ومن معه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ما هي النتائج المترتبة للردود لميليشيا متمردة لا تعترف بالدولة ولا بالجمهورية ولا حتى بالشرعية؟ يا أستاذ محمد، النتائج المترتبة واضحة. هؤلاء لديهم مشروع فك الارتباط. أدرس الزبيدي أعتقد أنك شاهدتها على قناة فرنسا 24، ماذا قال؟ قال يا أخي أنا لا أقبل أي واحد، وكأن اليمن أو جنوب ملك له، لا أقبل أي واحد من شمال اليمن سواء عسكري أو مدني داخل الجنوب. طيب السؤال يطرح نفسه، طيب أنت قبلت يعني طارق محمد عبد الله موجود الآن داخل إحدى القواعد العسكرية الإماراتية، وقلت بالحرف الواحد إننا سندعمه حتى نحرر شمال اليمن من الحوثيين. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك يا عوض؟ يعني حينما أعلن أنه سيدعم طارق صالح، يعني هل كانت عدن بحاجة إلى كل هذه الدماء وكل هذا العبث وكل هذا الخراب كي يعلن أدرس أنه سيدعم طارق؟ يعني هل كانت عدن بحاجة لكل هذه الفوضى؟ ولو عدنا إلى الوراء قليلا يا أستاذ محمد، هؤلاء الآن يحاسبوا 25 مليون يمني ويجرموا 25 مليون يمني لأخطاء ارتكبت في الوحدة اليمنية، الشعب اليمني بريء منها. نعم. اللي ارتكب الأخطاء هذا هو الراحل علي عبد الله صالح وطارق محمد عبد الله صالح، الأمن المركزي الذي كان يقتل أبناء الجنوب في شوارع عدن بدم باردة، واليوم يحتضن الزبيدي ومن معه. وهذا أستاذ محمد إملاء ورغاء لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الرجل موجه لا أقل يا أخي. يعني ليس لديه أجندة وطنية بقدر ما هي أجندة خاصة لا علاقة لها لا بالجنوب ولا بالجنوبيين ولا حتى بالقضية الجنوبية، هكذا يمكنك أن تقول، هكذا يعني أفهم من كلامك. والآن ستتضح الصورة لأبناء المحافظات الجنوبية أن هذا الرجل وراء مصالح شخصية. يا أخي لو كان الرجل هذا جاد، ما هي المصالح الشخصية؟ ما هي التي ممكن أن يعني يسعى إليها؟ المصالح الشخصية أستاذ محمد، أولا هذا الرجل كان على رأس السلطة في محافظة عدن وكانت تحت إيرادات الميناء وجميع الإيرادات والنفط وذيها تذهب إلى جيبه هو من معه، ففقد مصلحته. هو يريد أن الآن أن يعيد مصالح الشخصية ومن معه في المجلس الانتقالي. لو كان يعني صحيح أنه يريد فك الارتباط كان أعلنها، كان أشرفنا أنه أعلن فك الارتباط بدل ما ذهب يقتل أبناء الشعب اليمني هؤلاء الأبرياء الذين موجودين في 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 معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية. وأنا نقطة أنا أقولها أستاذ محمد لو تكرم. نعم تفضل.
يا أخي يا ما الذي يحصل يا أخي؟ هذه الوية اللواء أقل شيء فيه حوالي 1000 فرد 3000 من الرتب العسكري، 3000 فرد من جميع الرتب العسكرية، والحماية الرئاسية يعني هؤلاء يتخرجون ويتدربون على أعلى الفنون القتالية. ما الذي حصل يا أستاذ محمد؟ مجموعة ميليشيا تأتي يا أخي وتسيطر على لواء كامل، أين ذهبوا؟ هربوا؟ أنا السؤال هذا وجه إلى قائد اللواء الرابع العميد مهران محمد القباطي، هل هربت أنت ومن معك؟ إذا لم تستطيع أن تحمي نفسك فكيف تستطيع أن تحمي رئيس دولة؟ لو كان ولكن عوض، يجب أن نعرف الظروف التي حصلت. يعني التحالف العربي استدعى وزير الداخلية وعقد بينهما اتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المواقع التي كانوا عليها لتعود الألوية إلى ثكناتها، لكن في الحقيقة التزمت القوات الحماية الرئاسية بالقرار وبالاتفاق، لكن ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي لم تلتزم بذلك، وهو ما حصل. يعني قال المتحدث باسم الحكومة أنها حصل الإسقاط كان بالغدر والخيانة. ماشي يعني ماشي نعم ماشي، بغض النظر عما حصل، اوكي حصل اتفاق وكل شيء على اساس صدره. يا اخي انت انسان عسكري، لازم انا اتوقع اسوء الاحتمالات، اتوقع الغدر في اي لحظه. انت الاخر يا اخي همشوا وزاره الدفاع، وسائل الاعلام كلها الرسميه والاهليه تتكلم باسم وزاره الداخليه، ما دخل وزاره الداخليه باللي يحصل في شوارع عدن، لقت الدبابات والمدافع والمدرعات والصواريخ وطائرات الاباتشي الاماراتيه التي كانت تغطيهم حتى احتلوا هذا المعسكر ونحن نتكلم الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء يرسلوا خطابات من غرف مغلقه. ما هذا الكلام يا استاذ محمد؟ عوض يعني في 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 اين باقي الالوية يا استاذ محمد؟ نعم عوض طبعا البعض الحماية الرئاسية حتى المنطقة العربية المنطقة العسكرية الرابعة التزمت الحياد كما حدث بأوامر من وزير الدفاع آنذاك في صنعاء في 2014. أريد أن أقول لك شيئا، يعني أن أسألك سؤالا بحكم أنك جنوبي ومن المحافظات الجنوبية ومن محافظة شبوة على وجه التحديد، هل ما يسمى بالمجلس الانتقالي يمثل الجنوب ويمثل كل الجنوبيين، أم أنه فصيل كبقية الفصائل، يعني كبقية الفصائل كبقية الأحزاب والمكونات في أي منطقة من المناطق في أي محافظة من المحافظات؟ طبعا هو مكون فقط لا أقل ولا أكثر، ولكن اللي يمثل الجنوبيين هو الحراك الجنوبي، وقد شارك وفد بنا في مخرجات الحوار الوطني يا أستاذ محمد. الحراك الجنوبي هو اللي يمثل الجنوبيين وهو الذي يدافع عن قضيتهم، أما هؤلاء يا أستاذ محمد فيعتبروا ميليشيا، هم تسلقوا على مصالح الشعب الجنوبي وقضاياه حتى يوصلوا الى مآرب ومطالب شخصيه لا اقل ولا اكثر. والا لماذا سفكت هذه الدماء يا اخي؟ انت في اطر سياسيه طالب بماذا تريد؟ طالب بفك الارتباط يا اخي، ان شاء الله تقدم الطلب حقك لمجلس الامن الدولي بفك الارتباط، اما انك تسفك الدماء البريئه الاستقواء بالسلاح يعني وتطعن الشرعيه في الظهر. انا سمعت الان ان بعض القوات يا استاذ محمد رجعت من الساحل الغربي، الان ترجع في الطريق ذاهبة الى عدن، ويمكن القادم يكون اسوأ. يعني خرطوا الاوراق هؤلاء، شفتوا ولا لا؟ وصالح الصماد يدعو القوات المسلحة في صنعاء للزحف على عدن امس اول امس، فهذه كارثة. اذا لم تتنبه المملكة العربية السعودية لما يحصل الان، فانا اعتقد ان ايران على ابواب اليمن وسوف تخطف اليمن والخليج العربي بأسره. وشكرا جزيلا. عوض كعد في الحقيقة طولنا معك عوض، ولكن لأننا نريد أن نسمع صوتا جنوبيا. المجلس الانتقالي يدعي زورا وبهتانا على وجه التحديد أنه يمثل كل الجنوب، وفي الحقيقة هو مكون من مكونات المجتمع اليمني، هو مكون سياسي أو اجتماعي أو غير ذلك، ولكنه بعد ذلك بعدما عمل من محاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية بات متمردا لا فرق بينه وبين ميليشيا الحوثي باعتبارهما يترصد الحكومة والدولة ومؤسسات الدولة. لا نختلف أن هناك تجاوزات أو أن هناك فساد في الحكومة الشرعية،
ولكن لا يجب أن نستقوي بالسلاح وأن نقتفي أثر ميليشيا الحوثي الإرهابية حتى نحقق أجنداتنا السياسية وأجندات خاصة وغيرها من الأجندات التي أغرقت اليمنيين في هذا الصراع وفي هذا الويل وفي هذا العذاب وفي هذه المعاناة. مشاهدي الكرام، نستمر في استقبال مشاركاتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج الكلمة لك. نناقش في هذه الحلقة عن خطورة الميليشيا المتمردة في عدن على الحكومة الشرعية وعلى مسار استعادة الدولة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. نذكر باستطلاع الرأي الذي استعرضناه في بداية الحلقة عن لمصلحة من يعني أقدمت ميليشيا ما يسمى لمصلحة من الانقلاب الفاشل على الحكومة الشرعية من قبل ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المتمردة. وضعناه في صفحتنا على قناة سهيل في تويتر، صوت بأنها لمصلحة إيران وميليشيا الحوثي ب 69%، أما في لها تحقق مصالح خاصة صوت بها 31%. أما في الفيسبوك في صفحتنا في صفحة الكلمة لك أيضا يمكنكم أيضا التصويت، لا زال التصويت مفتوحا، صوت بأنها لمصلحة إيران وميليشيا الحوثي 71%، وصوت أنها تحقيق مصالح خاصة 29%. تبدو النتيجة متقاربة جدا، الفارق اثنين يعني متقاربة بين التويتر والفيسبوك، وهذا يؤكد على أن هذه الحركة التمردية وهذا الانقلاب الفاشل الذي أراد الإطاحة بالشرعية في عدن كانت كلها لمصلحة إيران بالأساس وميليشيا الحوثينا. الآن ننتقل إلى استعراض أبرز ما ورد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الانقلاب الفاشل وهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أقدمت عليها ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية وضد جهود التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن. نبدأ أولا بالدكتور فايز النشوان، وهو دكتور العلاقات الدولية في جامعة الكويت. يقول لا يجب أن تكتفي الشرعية اليمنية ممثلة برئيس هادي بإنهاء انقلاب عدن وعودة الأمور إلى الحكومة اليمنية، فلا بد أن يتم تقديم من قام بهذا الانقلاب الأسود إلى العدالة اليمنية لتطبيق صحيح القانون عليهم، وعلى التحالف أن يمكن الحكومة اليمنية من القبض على عيدروس وابن بريك وبقية الانقلابيين. يدعو بشكل صريح للقبض على الميليشيا الانقلابية. يضيف الدكتور فايز النشوان، عودة أوضاع عدن إلى ما قبل يوم الأحد الماضي لا يعني بأن الحكومة اليمنية قضت على متمردي عدن، بل معناه أن هناك ميليشيا انفصالية مسلحة ومدربة ستنتهز الفرص السانحة للانقضاض على الدولة، وهو أمر يجب ألا يستمر لا في عدن ولا في غيرها. كل القوى المسلحة يجب أن تكون تحت إمرة الرئيس هادي وحده. ويضيف الدكتور فايز النشوان في سلسلة تغريدات على صفحتي في تويتر، إذا سكتت الشرعية اليمنية وتجاوز التحالف العربي ما أحدثته الميليشيا الانقلابية في عدن من قتل واستيلاء على مؤسسات الدولة ويمر ذلك مرور الكرام، فعليهم أن يستعدوا إلى تواجد إيراني ناعم وخفي في الجنوب سيحدث القلاقل والفتن ويشعل الحروب الأهلية، ليكون ما أحدثه الحوثي في صنعاء مجرد نزهة. هكذا يقول. أما الخضر بن حليس اليافعي فقد وصف العميد مهران القباطي بمهران القشيبي، أي بالموقف الشجاع الذي وقفه
وتصدى من خلاله المحاولة الانقلابية مهران القشيبي شخصية أخرى تحرس الشرف بين أكوام من المرتزقة. أما براء شيبان فيعلق على الفيديو الذي نشره أحد متمردي ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وهو يصور ذاته ويصور نفسه في غرفة نوم العميد مهران القباطي في محاكاة لميليشيا التمرد الحوثي. يقول: هم أصحاب المجلس الانتقالي آخذين الكتالوج من الحوثيين ولا إيش الحكاية؟ قوات المجلس الانتقالي في غرف نوم خصومهم، يعني ماشيين بالمنهج بالضبط. أما محمد الدكتور محمد الجميح محمد جميح فقد علق على هذا الفيديو الصادم، وأيضا يحتوي على ألفاظ نابية ولا يمكن بحل، على الفيديو الصادم. يقول محمد جميح: على خطى الحوثيين في دخول غرف النوم مقاتل المجلس الانتقالي في غرفة نوم مهران، من أين أتت هذه الكائنات؟ انتهى عصر المحاربين النبلاء. دي بالفعل عصر المحاربين النبلاء انتهى بوجود تلك هذه الميليشيا التي لا تستند لا إلى أخلاق ولا إلى قانون ولا أيضا، هي تقتل الإنسان بذاته، كيف أن تقتحم المنازل وتنتهك الأعراف والأخلاق. دكتور محمد جميح أيضا يضيف على أنصار المجلس الانتقالي أن يحللوا جيدا لغة الإعلام الرسمي وغير الرسمي في السعودية كي لا يذهبوا بعيدا في فهم موقف المملكة إزاء أحداث عدن. ويضيف الدكتور محمد الجميح: نتيجة ذلك، نتيجة 3 أيام قتال في عدن، أكثر من 50 قتيلا وأكثر من 100 جريح وتدمير للمنشآت الحكومية، ولم يتغير شيء. ويضيف: أنتم تجار قضايا، تجار دماء للأسف الشديد. أما شفيع العبد الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الجنوبي يقول: أصحاب مشروع طارق عفاش هم أصحاب المصلحة الحقيقية من أحداث عدن الدامية، بالتأكيد هناك خاسر آخر غير أهل الضحايا، هو الجنوب وقضيته العادلة. يتحدث بصراحة دون مواربة. أما السفير السعودي في اليمن السيد محمد سعيد الجابر يقول: تحالف الإخوة يعيد الهدوء والأمن في عدن، فشلت أبواق الفتنة وانتصرت الحكمة. وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء أحمد الميسري يقول: كانوا يظنون أن الدنيا فوضى ويمكن لهم فعل ما يحلو لهم كالحوثيين تماما، لو كان هناك قانون، لو كان قانون الغاب مقبول لكان الحوثيون الإيرانيون يتسلقون في بندر عدن ويمرحون بساحل المكلا، ولكن القوانين الدولية وقواعد الحكم الأممية ترفض ذلك، ففشلوا هذا الفشل المريع وعادوا خائبين خانعين. أما في منشور طويل كتبه فتحي بالأزرق وهو صحفي جنوبي يقول: كذبة وانتهت، انتهت الثورة ضد حكومة بن دغر والقتال 3 أيام ومقتل أكثر من 50 وإصابة 150 شخص وتدمير مؤسسات حكومية وتخريب معسكرات وسفك للدماء والإضرار بالنسيج الاجتماعي الجنوبي، أيما إضرار. ثورة 3 أيام انتهت بتدمير مبنى مجمع القضاء بشكل كامل ونهب محتوياته، ثورة 3 أيام انتهت بتدمير مبنى التربية والتعليم بخور مكسر ونهب كافة محتوياته، وكل ذلك حدث بأيادي الثوار الذين يسعون لتغيير حياة الناس إلى الأفضل. انتهى كل شيء بالاتفاق على عودة حكومة بن دغر للعمل ابتداء من يوم الأربعاء، ويا دار ما دخلك شر. يقول يضيف: لم تسقط حكومة بن دغر، لم يغادر الرجل المدينة، لم يتغير حتى حارس من حراس الرجل، ولن تتغير الحكومة ولو بعد سنة من اليوم. لم يحدث شيء من كل هذا، كل ما حدث هو تسوية سياسية لمستقبل طارق محمد صالح في عدن لا أكثر، وعلى دماء الجنوبيين وأشلائهم. كانت كذبة كبيرة جدا وقلتها مسبقا وقبل أشهر وأكررها. ثم يضيف ويقسم: أقسم بالله أنهم لو كانوا جادين وصادقين في إسقاط الحكومة لكنا في مقدمة الصفوف، لكنها المتاجرة بالبسطاء لا أكثر.
ما الذي سيقولونه لأهالي 50 شهيدا قتلوا ومئة وخمسين جريحا يتلقون العلاج؟ أعيدوا على الأقل كمبيوترات مجمع القضاء والتربية التي نهبتوها ففيها معاملات الناس وقضاياها. شعب الجنوب مسكين تتقاذفه الأحداث من تاجر إلى آخر، ما حدث ليس الأول ولن يكون الأخير، هكذا تعود الشعب منذ العام 1967 وحتى اليوم. اعتذروا على الأقل لأسر الشهداء الذين سقطوا، لا عزاء لشعب تخدعه الشعارات الوهمية. يختم مقاله بسحقا. هذه أبرز ما وردت في مواقع التواصل الاجتماعي. في الحقيقة يعني ما كتبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أحداث عدن وعن ميليشيا التمرد في عدن وعن ما أحدثته من دمار وخراب وآلام وأوجاع وانتهاكات كثيرة، ليس اليمنيين فحسب من كتبوا ذلك، بل العرب، بل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بل الجميع استهجنوا هذا الفعل المشين. كيف يمكنك أن تشارك، أن تدعي أنك مقاومة جنوبية تشارك الحكومة الشرعية والتحالف في مواجهة الحوثيين، ثم تعود بخنجرك وبندقيتك ودبابتك ومدفعك لتصوبها إلى رفقاء السلاح، إلى من شاركوا معك في تحرير عدن ومدن ومحافظات الجنوب وغيرها من المدن اليمنية، كي نستعيد الكرامة، كي نستعيد الدولة من مخالب ميليشيا الحوثي الإرهابية. كيف يمكن أن يصدقك الجنوبيون وأنت تقول أنك تمثل الجنوب وأنت تقتل الجنوبيين؟ كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يصدقك الجنوبيين وأنت الجنوبيون وأنت أيضا تهدم مؤسسات المناطق أو العاصمة المؤقتة، والعاصمة المؤقتة عدن أين هي؟ هي في الجنوب. ظل العدنيون لسنوات وهم ينشدون عودة مؤسسات الدولة، عودة القضاء، عودة مؤسسات التربية والتعليم، الحكومة، وأن تكون هناك أمن ومعسكرات وغيرها. ولكن ما الذي حدث في 3 أيام؟ أحالوا عدن إلى ما كانت عليه أيام بعد عقب تحريرها من ميليشيا الحوثي. إذن ميليشيا الحوثي وميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي هي وجهان لعملة واحدة، وهو إحداث الخراب والدمار والقتل والنهب في كل ربوع اليمن. مشاهدي الكرام، أشكركم على ما تفضلتم به، سواء أشكر كل من شارك معنا سواء على الاتصال المباشر وهو اتصالا فقط، ولكن أشكر أيضا من شارك معنا سواء على في التصويت على ما طرحناه سابقا في أو ما استعرضناه لكم من التصويت عن سبب، عن مصلحة من هذا الانقلاب وهذه المحاولة الفاشلة ضد الحكومة الشرعية. في فيسبوك، صفحتنا في فيسبوك، صوت 71% أنها لمصلحة إيران وميليشيا الحوثي، وصوت 29% أنها لتحقيق مصالح شخصية. أما في التويتر فقد صوت 69% من المتابعين أنها لمصلحة إيران وميليشيا الحوثي، وصوت 31% أنها تحقيق لمصالح خاصة وأجندات خاصة تتبع ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وليس الجنوب ولا الدولة الجنوبية ولا الدولة اليمنية ولا حتى القضية الجنوبية برمتها. أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، في أمان الله.